لماذا يقوم الرجل بالملاعنة مع أن في يده العصمة فله أن يطلقها متى ما رأى منها ما يمس عره؟ وما هو الأفضل في حقه؟ هل يرفع ذلك للحاكم أم يطلق فيستر عليها؟ إذا طلقها انتهى الموضوع، لكن إذا قال ما نمطلقها، أنا خاف أطلقها يلحق بي الولد ويصير ولدي وأنا ما أطمئن إليه، فهذا لابد من الملاعنة. نعم. أما لو طلقها انتهى كل شيء، إحنا ما نلزمه يروح للقاضي ويلاعن، إذا طلقها انتهى الأمر. نعم.